أهلا بكم طلابي، طلاب الصف الأول الثانوي. بإذن الله هنشتغل مع بعض لسن 3 في التريجنومتري، وده أهم لسن موجود في التريجنومتري. تمام، اسمه تريجنومتريك فانكشن. طبعا لسن 1 لسن 2 ده بيأهلنا لحل لسن 3. خلاص، يلا بينا هنبدأ نحل الاكسرسايز. هنشرح واحدة واحدة، واحنا بنحل هنفهم واحدة واحدة وبإذن الله خير. يلا بينا نتفكر على طول. بيقول لك if the theta the measure of angle is standard deposition, its terminal side intersection a unit circle. انت لما تسمع يونت سيركل تكتب شويه حاجات كده. اول حاجه تكتبها x باور 2، ده الرول الاول، y باور 2 ايكوال 1. يونت سيركل يعني الراديوس ايكوال 1، لازم تبقى عارف المعلومه دي. الثاني حاجه كوزاين باور 2 ثيتا بلس ساين باور 2 ثيتا ايكوال 1. خلاص، المعلومه المهمه ان الساين سيتا بنقول عليها واي، وكوزاين سيتا بنقول عليها اكس، وتان سيتا بنقول عليها واي اوفر اكس. شايف المعلومات اللي انا كتبتها دي؟ سجلها دايما، يلا ورقه وقلم واشتغل معايا. طيب ده الاكس وده الواي، صح؟ هو بيقول لي الساين، الساين هي مين؟ هي الواي، فهنقول الواي بهاف. خلصت، يبقى هناخد ايه؟ If the terminal side of the angle whose the measure theta drawn in standard position intersects the unit circle. شاف اليونت سيركل، اكتب كل ده اللي انا كتبته، x باور 2 بلس y باور 2 ايكوال 1، الريديوس 1، كوزين باور 2 بلس y باور 2 ايكوال 1، الساين يعني y، الكوزين يعني x، تان يعني y اوفر x. هو طالب منك كوتان. طيب لازم عشان اجيب الكوتان، مين الكوتان دي يا مستر؟ الكوتان دي هي 1 اوفر تان، مقلوب التان. يبقى انا لازم الاول اجيب مين؟ برافو عليك، اجيب التان، اروح اجيب التان. يلا، تان سيتا، تان سيتا هي الواي اوفر الاكس، ده الاكس وده الواي. هنعمل الواي اوفر الاكس، الواي بكام؟ 4 اوفر 5، نيجاتيف 3 اوفر 5، سوري نيجاتيف 3 اوفر 5. ده ديفايدد ده هيدينا نيجاتيف 4 اوفر 3 بالكالكوليتر. طبعا ده التان، انت عايز كوتان، فتقول لي الكوتان يبقى نقلب التان، يبقى كوتان السيتا نيجاتيف 3 اوفر 4. طب ما فيش نيجاتيف 3 ولا اوفر 4 في الشوز، اخد نيجاتيف 4 اوفر 3. لا طبعا غلط، اشوف ده مين ده، اكيد هو ده، بس اخترت كده اجربه بالكالكوليتر هيطلع بالفراكشن نيجاتيف 3 اوفر 4. سؤال نمبر 3 بيقول لك هنا الكوزاين، الكوزاين هي الاكس والساين هي الواي، ده الاكس وده الواي. هعمل ده، هو بيقول لك اعملهم لي ماينس، قلت له نيجاتيف 5 اوفر 13 ماينس ساين ثيتا اللي هي 12 اوفر 13. حطيت على الكالكوليتر طلعت نيجاتيف 17 اوفر 13. دايركتد انجل، ده سؤال مهم. دايركتد انجل ستاندرد بوزيشن، التيرمينال سايد باس ثرو بوينت اسمها 304، ذن ذا انيشال سايد انترسكشن ليونت سيركل. قلت له بص بقى، الانيشال لو انا جيت رسمت كده، ادي الاكس وادي الواي، فين الانيشال ده يا مستر؟ في الستاندرد بوزيشن احنا متعلمين الانيشال فين مكانه. برافو عليك، على الاكس اكسس، على الاو اكس، ده الانيشال، الانيشال سايد. طيب التيرمينال، ما التيرمينال قال لك في 3 و4 يعني هنا بس، ده التيرمينال. انا بكلمك عمل انترسكشن، طبعا قال لك في بوينت اسمها 3 و4. جميل، كلام جميل، مفيش مشكله، دي 3 و4. طيب انت عايز مني ايه برضه؟ ما فهمتش. انا بسالك على الانيشال، الانيشال ده يعمل انترسكشن لمين؟ تقول لي بص يا مستر، اول حاجه لما تيجي تتكلم على يونت سيركل، ادي السيركل، لازم تعرف ان ده ريديوس، من هنا لهنا ريديوس، واحنا قلنا الريديوس ب1 في اليونت سيركل، صح كده؟ يبقى ب1، يبقى هنا كام؟ هنا 1. يبقى الحته دي اسمها ايه؟ الحته دي اسمها 1 و0، عشان على الاكس اكسس 1 و0. خلصت. تاني السيتا بهاف، فبيسالك على البوينت، قلت له ده هو سؤال صعب، الحقيقه سؤال صعب. هنرسم كده كده،
قال لك الثيتا اكيوت انجل. كلمة اكيوت انجل دي لازم وبوزيتيف، وبيقول لك في ستاندرد بوزيشن لازم تعرف كلمة اكيوت انجل ان انا في الفيرست كوانت. يعني انا هنا في الفيرست، فانا هرسم الثيتا كده. بص بص بص، اعمل سايد كده واسميها ثيتا، واقفل السايد ده كده 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 كانه رايت ترانجل. جه قال لك تاني الثيتا بهاف، فقلت له التان ده اوبزيت اوفر ادجيسنت، الاوبزيت ب1 والادجيسنت ب2. تعالى نجيب الهايبوتنيوس، الهايبوتنيوس نجيبه بايثاغورس، الاول باور اللي هو الهايبوتنس يعني، الاول باور 2 بلس 2 باور 2، السايد الثانيه ده باور، السايد الاول باور 2 بلس السايد الثانيه باور 2، يطلع لنا روت 5. طب ما انت عارف ان اليونت سيركل عباره عن بوينت اسمها اكس، هو والاكس دي بنقول عليها كوزاين سيتا، والواي ده بنسميه ساين سيتا. يعني انا محتاج اجيب الكوزاين ومحتاج اجيب الساين. الكوزاين بكام؟ الكوزاين تعالى نجيبها على جنب، كوزاين السيتا هي ال a اوفر h، الكهرباء a اوفر h، a اوفر h. ال a بكام؟ ال a اللي في وش ده ال o وده ال a، ال a ب 2 اوفر ال h روت 5. طب الساين s o h صح، o اوفر h، ال o بكام؟ ال opposite ب 1 اوفر روت 5. يبقى الكوزاين اللي هو الاكس ب 2 اوفر 5، ب 2 اوفر روت 5، والساين ب 1 اوفر روت 5، يبقى هي لتر دي، تشوز دي اللي هي 2 اوفر روت 5 1 اوفر روت 5. ساين سيتا ايكوال 1 اوفر روت 2، انا عايز البوزيتيف اكيوت انجل، يعني عايزها في الفيرست، في الفيرست كوات. اجيب الانجل ازاي؟ هاو تو فايند الانجل، فاكر من الثري كنت بيعلمك المستر يقول لك عشان تجيب انجل بتضغط شيفت شيفت بعد كده ساين او كوزاين بعد كده الانسر، شيف يبقى شيفت ساين ال1 اوفر روت. يلا بينا بالكالكوليتر، نجيب الكالكوليتر يلا يلا بينا، هنضغط شيفت ساين 1 اوفر روت. اطلع بره اقفل، اديتنا 45، يبقى الانجل كام؟ 45. برافو عليك، خلصت. طبعا كل ما اقول لك شيفت ساين شيفت كوزاين خلاص انت فهمت تعمل ايه بالكالكوليتر، عشان بتظهر كتير وحفاظا على الوقت. بس 7 دي مهمه جميله جدا، قال لك ساين، الساين دي احنا متفقين انها الواي بنيجاتيف 1 والاكس ب 0، يبقى عملت بوينت اسمها 0 نيجاتيف 1. فين الزيرو والنيجاتيف 1؟ تعالى على جنب هنا، تعالى هنا معايا. بص 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 بص، فين الزيرو والنيجاتيف 1؟ تقول لي الزيرو والنيجاتيف 1 تحت. الزيرو والنيجاتيف 1 خلصت. ايه ده يا مستر؟ يعني ايه خلصت؟ هو عايز الانجل. قلت له عايز الانجل، هنا 0 ديجري، هنا 90، هنا 180، بمشي 90 ديجري كل شويه، هنا 270، هنا 360. يبقى عندي 0 نيجاتيف 1، ما هو 0 على الاكس يبقى 0 هنا، نزلت لغايه النيجاتيف 1، وهنا 1 وهنا 1 وهنا نيجاتيف 1، خلاص. هنا اسمها 1 و0، هنا اسمها 0 1، هنا عند الجزء ده نيجاتيف 1 و0، هنا طبعا 0 نيجاتيف عند 270. نجرب، عايزين انهي واحده ب 207؟ نجرب دي، هنشيل الباي تبقى 3 تايمز، شيل الباي وحط 180 عشان تتحول ديجري. ايه ده يا مستر؟ طلعت 270 وحسبتها بالكالكوليتر، هي وهي دي اللي انت عايزها. كوسيك سيتا، مين الكوسيك دي يا مستر؟ هقول لك كوسيك سيتا ايكوال 1 اوفر ساين. قال لك الكوسيك سيتا ايكوال 2، يبقى ال 1 اوفر ساين بكام؟ ب 2. طب 1 اوفر ساين ايكوال 2، تعال نقلب اقلب، يبقى ساين سيتا اقلب يبقى 2، يبقى 1 اوفر 2، يبقى 1 اوفر ساين ب 2. طب ساين اوفر 1، 1 اوفر 2 كده جبناها. طب انا عايز منها انجل، شيفت ساين الهاف
اطلع الانجل ب 30. خلصت. ايه ده يا مستر الشغل الجميل ده؟ بس كوسك دي مقلوب الساين 1 اوفر ساين، خلاص احفظها. هو قال لك ايكوال تو، قلت له خلاص 1 اوفر ساين سيتا ب 2. طب انا قلبت الساين، هقلب النمبر يبقى هاف، يبقى شيفت ساين عشان اجيب الانجل، عشان اجيب السيتا، عشان هو طالب مني السيتا بكام، شيفت ساين الانسر اللي هو الهاف. نفس الكلام، شيفت تاني الهاف، شيفت تاني ال 1 45 طبعا، يعني سهله جميله. الكوزاين باكس والساين بواي والاثنين بوزيتيف بوزيتيف بوزيتيف، خدت بالك؟ طب ما نيجي نرسم الاكس اكسس والواي اكسس ونفهم الكلام ده. في الفيرست كواد عباره عن بوزيتيف بوزيتيف، الاكس اكسس والواي اكسس اهم جزء بوزيتيف وجزء بوزيتيف. في السكند كواد الاكس ذات نفسه نيجاتيف، ده السكند، والواي بوزيتيف. في الثيرد كواد طبعا مشهور جدا، نيجاتيف نيجاتيف، الواي داش اكس داش واي داش، اخر واحده بوزيتيف نيجاتيف، ده الفورث كواد. خلاص فيرست بوزيتيف وده بوزيتيف، انت عايز تجيب السيتا، خد اي واحده فيهم مش هتفرق معايا بجد، مش هتفرق. طب انت هتجيب ازاي السيتا يا مستر؟ بص بقى، هجيب السيتا، هجيب الكالكوليتر واجرب شيفت كوزاين الهاف، شيفت كوزاين الهاف، يلا بينا شيفت كوزاين الهاف. كام ده؟ 60، يبقى الانجل 60. طب ما فيش 60 يا مستر، ما انت هتجرب بقى في التشوز مين اللي بيديك 60، فاهم؟ الانجل 60 خلاص. طيب مستر، طب انا لو كنت اخدت الساين وجربتها، تعال نجرب شيفت ساين روت 3 اوفر 2. ايكوال 60 برضه، شفت مش فارقه ازاي؟ طب الانجل 60 عايزين نحولها الراديان عشان كلها بالباي، عشان تحولها الراد لازم تخلي الكالكوليتر مود الراد، شيفت مود راد هي 4، اتحولت لمود الراد، هتحط تكتب الرقم عادي خالص اللي هو ال 60 وتدخله شيفت انسر، تديله لفظه الرقم بتاعه هو 60 ديجري اساسا، دي 1 وتك ايكوال، تطلع 1 اوفر 3 باي اللي هي باي اوفر 3، باي اوفر ايه؟ اوفر 3، خلاص مش حاجه ولا كأنك شايف حاجه. طب يا مستر الجزء ده مهم بقى، هعمل فيه ايه؟ اه جزء مهم صح. طب ايه العمل فيه ده يا مستر؟ ده يتحل ازاي ده؟ ولا اي حاجه، انت عارف ان الكوزاين دي مين؟ اكس، والساين واي، وانت عارف التانية هي مين؟ واي اوفر اكس. يلا هاتوا الواي، نيجاتيف روت 3 اوفر 2، وهات الاكس 1 اوفر 2، هتبقى حطيتها على الكالكوليتر تبقى نيجاتيف روت 3، بس حطيت ده اوفر ده تبقى نيجاتيف روت 3، بس خلصت. انا واحده اهي صعبه. اللي بعده، if the terminal side the directed angle standard position intersect the unit circle كذا then the measure angle equal كام؟ قلت له بقول لك انت عايز تعرف ايه؟ قال لي عايز اعرف الانجل. قلت له انت عندك الاكس بكام؟ قال لي الاكس بها الاكس وده الواي. طب سهل، عشان نعرف الانجل يبقى هنجيب براحتك الاكس، الاكس يبقى عليه كوزاين، كوزاين سيتا ايكوال الاكس اللي هي ايكوال هاف، شيفت كوزاين زي ما علمتك الهاف تدينا السيتا بكام؟ شيفت كوزاين الهاف تديك السيتا 60. خلصت. اللي بعد بيقول لك هنا، بيقول لك كوزاين سيتا روت 3 اوفر 2 بذا بوزيتيف اكيوت انجل بكام؟ طلع عشان نجيب السيتا دي شيفت كوزاين روت 3 اوفر 2 تطلع 30. هو عايز ساين السيتا، يعني عايز ساين 30 تطلع هاف.
تطلع ايه؟ تطلع هوب. بس خلصت. ايه اللي بعده؟ بيقول لك الكوزاين. الكوزاين هي مين؟ الاكس، والساين هي الواي. بيقول لك هنا كده، بيقول لك الاكس انها الاكس ده ماله اكبر من الزيرو يعني بوزيتيف، والواي اصغر من الزيرو يعني نيجاتيف. تقول له يا مستر انت طول عمرك عارف بترسم الفور كوادرانتس، تقول له يا مستر فين بقى بوزيتيف نيجاتيف ده؟ اقول لك هنا الاكس اكسس بوزيتيف والواي اكسس نيجاتيف، يعني هنا البوزيتيف نيجاتيف، وهنا البوزيتيف بوزيتيف، وهنا النيجاتيف بوزيتيف، وهنا النيجاتيف نيجاتيف. يبقى بوزيتيف نيجاتيف في الفورث كوارت، في الفورث ايه؟ في الفورث كوارت. طب الساين، تقول لي الساين يا مستر ايه انا عارف مالها الساين؟ الساين دي هي الواي، تبقى الواي بالنيجاتيف. والسك، تقول لي السك دي مقلوب الكوزاين، يعني من الاخر كده السك لازم تبقى عارفها برضو، هي 1 اوفر كوزاين. 1 اوفر كوزاين ده بالنيجاتيف، يعني 1 اوفر كوزاين ده بالنيجاتيف. تقول لي يا مستر يبقى دي معناها ايه؟ تقول لي يا مستر دي معناها ان ده كمان الاكس، يعني ايه يعني دي مثلا لو احنا قايلين 1 اوفر كوزاين، الكوزاين طول عمرها باكس، يبقى 1 اوفر اكس، يبقى السك دي هي ال 1 اوفر ايه؟ اكس، يعني برضو ال 1 اوفر اكس ده بالنيجاتيف. نيجاتيف ونيجاتيف نشوفها فين؟ في الثيرد كوارت. طب الساين بوزيتيف، الساين هي مين؟ هي ال واي، سوري نيجاتيف، الساين نيجاتيف اهو نيجاتيف، الواي نيجاتيف، والكوزاين اللي هي الاكس بوزيتيف، الاكس بوزيتيف، شايف الاكس ايه؟ طب نشوف البوزيتيف نيجاتيف فين؟ أنا لسه حال زيها يا مستر، ما انت لسه قايل اهو في الفورث، في الفورث كواد، صح كده؟ صح. السؤال اللي بعده، بيقول لك هنا the measure of angle lies in the third quad، يعني negative negative، which of the following is always true، أنه واحدة فيهم دايما صح، يعني مثلا دي negative negative. أسألك سؤال، negative الساين negative والكوزاين negative، عشان الساين دي الواي والكوزاين دي الاكس، negative times negative المفروض يدينا ايه؟ positive، والpositive ده المفروض يبقى أكبر من الزيرو، يبقى دي غلط. وهتلاقي برضه دي كوسك وسك، ما برضه نفس الكلام، واحد الاثنين نيجاتيف نيجاتيف نيجاتيف، عشان دي مقلوب، دي ب1 اوفر اكس، ودي ب1 اوفر واي، وده نيجاتيف وده نيجاتيف، لما اعملهم تايم زي يدينا بوزيتيف، المفروض يبقى اكبر من الزيرو، برضه دي غلط. تان وكوتان، تان وكوتان، التان هي ده اوفر ده يعني بوزيتيف، وده بوزيتيف، بوزيتيف تايمز بوزيتيف المفروض بوزيتيف، المفروض يبقى اكبر من الزيرو. التان هي واي اوفر اكس، يعني نيجاتيف اوفر نيجاتيف، فنيجاتيف اوفر نيجاتيف ببوزيتيف، يعني حاجه نيجاتيف، بص كده نيجاتيف اوفر نيجاتيف يديك بوزيتيف، فتان اوفر، فتان دي هي نيجاتيف اوفر نيجاتيف اللي هي بايه؟ ببوزيتيف، يعني بوزيتيف. وكوتان برضو العكس، الكوتان دي اساسا هي اكس اوفر واي، برضه نيجاتيف اوفر نيجاتيف، ما الاثنين بنيجاتيف، الثيرد كواد يعني نيجاتيف نيجاتيف، الاكس نيجاتيف، نيجاتيف اوفر نيجاتيف المفروض يديك بوزيتيف، فبوزيتيف تايمز بوزيتيف يديك بوزيتيف. طب ما البوزيتيف اصغر من الزيرو، لا غلط. اخر واحده دي ايه؟ الساين نيجاتيف، والتان هي نيجاتيف اوفر نيجاتيف اللي هي بوزيتيف، نيجاتيف تايمز بوزيتيف اكيد هيدينا رقم نيجاتيف، والنيجاتيف ده اصغر من مين؟ من الزيرو، يبقى دي الصح. 2 ساين 45 طبعا يعني ممكن تحطها على الكالكوليتر، تمام، 2 ساين 45 هتحطها على الكالكوليتر عادي خالص، هيديك 2 تايمز ساين 45 اوفر روت، هيديك روت بس.
هي دي ناروتو. السؤال اللي بعده A19، هنحط دي ازاي بقى على الكالكوليتر؟ مستر دي بتحطش على الكالكوليتر. قال لك ذكي، الكوتان هي مقلوب التان، يعني هتحطها كده. بص بص بص، 1 اوفر تان 30، الاول عليه باور 2 عشان عليها باور 2 ماينس سك. السك دي مقلوب الكوزاين، يبقى انت تكتب 1 اوفر كوزاين 60 الاول باور 2 بلس كوسك باور 2 45. كوسك مقلوب الساين، 1 اوفر ساين باور 45 عليها باور 2 عليها باور 2 يبقى الاول باور 2. شايف؟ حطها زي ما هي، زي ما انا كاتبها كده على الكمبيوتر، ارسمها زي ما انا كاتبها كده على الكمبيوتر. هيدينا كام؟ هيدينا 1 بس كده، ايكوال 1. اللي بعده ساين نيجاتيف 12 اوفر 5. ساين قول يا مستر معلش دي ايكوال كام؟ على مهلنا بقى عشان دي بالكالكوليتر، نشوف ازاي نعملها بالكالكوليتر. يلا اول حاجه هي مود الراد، الغي خالص مود الراد ده، شيفت مود اخليه ديجري 3 كده، رجعتها زي الفل. اكتب ساين نيجاتيف 12 اوفر 5، اشيل الباي واحط 100 تايمز باي 180، ما ينفعش اسيبها باي. شوف هاي كده تلاقي رقم غريب كده يا مستر، ايه الرقم ده؟ نيجاتيف مش عارف حاجات كتير، نيجاتيف 9 بوينت، نيجاتيف 0.951. طب انا واحده فيهم تديك نفس الانسر؟ اول واحده دي هنجربها، تعال نجرب، الغي دي خالص، ساين هي هي ساين 12 اوفر 5 بس من غير النيجاتيف، شيل النيجاتيف يعني اهو، طلعت نفس الرقم بس بالايه؟ من غير النيجاتيف. تقول لي مستر طب ممكن نجرب غيرها؟ ماشي نجرب غيرها، 288 مثلا، ساين 288، ايه ده؟ ده طلع نفس الرقم بالنيجاتيف. طلع نفس الرقم، يبقى ساين 288 هي الاجابه الصحيحه. ساين 288 هي الإجابة إيه؟ الصحيح. السؤال اللي بعده ساين 0 كوساين 0 تان 0، طبعا هنحطها على الكالكوليتر زي ما هي، هتدينا كام؟ هتدينا 1، هتدينا ايكوال 1. طب دي يا مستر هنحطها ازاي على الكالكوليتر؟ هنحطها عادي خالص ازاي برضه على الكالكوليتر، كوساين باور 2 شيل 100 الباي وحط 180 اوفر 4 ماينس ساين باور 2 شيل باي وحط 180 اوفر 4. الانسرز اللي هيطلع يطلع كام؟ يطلع زي ما يطلع يا مستر، يعني هي يعني مش فارقه معايا، هيطلع زيرو. هيطلع كام؟ هيطلع زيرو. تقول لي يا مستر انا واحده فيهم يديك زيرو، تقول لي يا مستر نجرب بي دي. طبعا لما تيجي تجرب هتشيل الباي وتحط 180، تمام؟ هتشيل الباي وتحط كام؟ 180. يلا بقت ساين باي اوف 180 يعني اوفر 2 ايكوال 3 1. تقول له يا مستر يبقى دي غلط يا مستر، نجرب الكوزاين.
اللي هي دي كوساين. يلا بينا نجرب الكوساين، نشيل الساين دي خالص ونكتب مكانها كوساين. كوساين 180 اوفر 2، ايه ده طلعت 0 نفس الانسر، يبقى هي لتر دي. للناس برضو يعني اللي حابه تفهم هي فين ال 90 هنا، انتوا عارفين يونت سيركل هنا اسمها البوينت، طبعا ده ب1 وده ب1 وده ب1 وده ب1 خلاص، بس عند البوينت دي اسمها ايه؟ البوينت دي اسمها عند الاكس 0 والواي ب1. لو انت ذكي هتقول لي مستر الاكس بايه؟ ب0، ما الاكس هي الكوزاين، يبقى كوزاين ال 90 اكيد هيطلع كام؟ 0، وساين ال 90 اللي احنا لسه مطلعينه هيطلع ب1، اللي هي دي تلات ب1، واحنا عايزينه ب0 يبقى هناخد دي. خلاص السؤال اللي بعده، طبعا ده سؤال طويل لكن ما فيهوش حاجه برضه نفس الكلام، بس يعني خلي بالك وانت بتغير. يلا شيل باي وحط 180، ما تنساش الحكايه دي. كوزاين 0 كوزاين 0، هتشيل باي هنا وتحط 180، يبقى 3 تايمز 180 اوفر 2. تشيل باي هنا وتحط 180، طبعا ما بين الساين دي والساين دي في تايمز، هي انا هتكتبها كده بصوا، كوزاين 180 اوفر 2 خلاص تايمز كوزاين الزيرو بلس ساين 3 تايمز 180 ساين 3 تايمز 180 اوفر 2 تايمز ساين 180 اوفر، كل ده هيطلع اجابته نيجاتيف. خلاص السؤال اللي بعده، ساين 0 ساين 90 كله برضه على الكالكوليتر ايكوال 0 خلاص، ده برضه على الكالكوليتر كوتان، بس الكوتان هنكتبها 1 اوفر 10، انا علمتك خلاص بقى 30 الاول باور 2 بلس 2 ساين باور 2 45 بلس كوزاين باور 2 90، حط ده كله على الكالكوليتر هتطلع 25، هتطلع 4. هنا هنحط ده كله على الكالكوليتر، انا علمتك خلاص التان بنكتب كوتان بنكتبها ازاي، 1 اوفر 10 45 نكتبها كده في الكالكوليتر، طبعا ما بين ده وده ده تايمز 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 هتطلع انسر تمام. هتجرب طبعا انه واحد فيهم هيديك نفس الانسر، هتجرب دي طبعا 180 2 تايمز 180 اوفر 6، دي كلها على بعض كده زي ما هي تمام، ده هيطلع 1 ده هيطلع هيكنسل ده هتطلع الإجابة 1، والإجابة بتاعت ده هيطلع برضو ب1، يبقى هو تشوز سي. نفس الكلام ده ماينس ده بلس ده ماينس ده تمام، هتطلع معاك هتطلع معانا ب0 خلاص، دي نفس الكلام هنشتغل مع اللي فوق ونشتغل مع اللي تحت، بس خلي بالك بقى التان ما فيهاش مشكلة، tan 60 باور 2 ماينس tan 45 باور 2 تحت بقى هي المشكلة، sec سكوير sec سكوير هنكتبها 1 اوفر كوزاين 30 الاول سكوير، sec مقلوبها اسمه كوزاين فبنكتب 1 اوفر كوزاين الكوسيك ماينس الكوسيك 1 اوفر ساين 45 باور 2، كل ده هحطه على الكالكوليتر تطلع دي، تطلع اللي هي دي اللي هي نيجاتيف نيجاتيف 3، هتبقى نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 3 خلاص.
هتطلع نيجاتيف 3. اهم حاجه تحط زي ما انا علمتك السك 1 اوفر كوزاين وماينس الكوسيك 1 اوفر ساين. السؤال اللي بعده سكوير، عارفين سكوير اهو اسمه ايه؟ بي سي دي بالترتيب A B C D. ساين الانجل A C D، فين ال A C D؟ A C D دي يا مستر A C D. طب ما انت عارف دي ب 90 كلها، ال A C D لوحدها ب 45، يبقى دي هو عايز ساين سكوير لل 45 بلس A B D. A B D الانجل دي برضه 45، يبقى ساين باور 2 45 تاني بلس اي دي بي. اي دي بي برضه، اي دي بي برضه دي كمان ب 45، يبقى تان 45 بس من غير باور 2، طلع عليها سكوير سكوير لكن دي ما عليهاش سكوير. خلاص زي الفل. هنحطها على الكالكوليتر هتطلع 1 1، هتطلع غالبا 2، تطلع الإجابة 2، هنا هيطلع 2. سؤال سهل مفيش حاجة، محتاج بس طالب بيفهم. خلاص السؤال اللي بعده ABC isosceles triangle ABC isosceles، يعني السايد ده قد السايد ده. قال لك ال A ب 120، قال لك ساين ال B، طبعا دي ب 120 لوحدها، فال B وال C بكام؟ هتجيب الباقي 180 ماينس 120 وتقسمها على 2 ديفايد 2، يعني تطلع 30 ديجري، يبقى هنا ال 30 قد بعض عشان isosceles. عايز ساين البي بلس كوزاين، ادي ساين البي يعني ساين البي ب 30 بلس كوزاين سكوير السي بكام؟ ب 30 برضه. حطيتها على الكالكوليتر تمام، تطلع كام؟ تطلع 1 اند هاف، 1 اند هاف. خلاص السؤال اللي بعده، سوري مش 1 اند هاف، تطلع 1 اند 1 اوفر 4، تطلع 1 اند 1 اوفر 4 دي الصح دي غلط، لا حطها تطلع 1 اند 1 اوفر 4، تطلع لك كده بالظبط 5 اوفر 4 اللي هي 1 اند 1 اوفر 4. سؤال بقى ده بيغتت علينا شوية، قال لك عندنا رايت ترينجل بس مش مهم يغتت براحته، يعني احنا جاهزين رايت ترينجل في بي، يبقى هنا ايه وهنا سي، اداك ريشيو بس بص الريشيو ده هيتعمل ازاي، ركز قوي قوي قوي. قال لك ايه اللي هي انجل ايه ايكوال توايس السي، هتعمل ايه؟ ركز في اللي جاي، هتقول لي هاخد الاي اوفر السي، ايه اوفر انت عارف ان في 1 جنب الاي، ايه اوفر سي يعني ايه اوفر سي، ما ارجعش بايدي فاضيه، اي اوفر سي اخد ال 2 اوفر ال 1. حتى لو انت شغال بذكاء بص اعمل كروس اي تايمز 1 ادي 1 اي 2 تايمز سي هما الاثنين 2 سي، يبقى ده ديفايد ده ده اوفر ده، ما ارجعش بايدي فاضيه يبقى 2 اوفر 1، دي ريليشن دي ريشن، يبقى اي 2 سي 2 سم الاي ريشيو بتاعته 2 تو 1، الاي قصاد 2 والسي قصاد 1 السم ب 3. طب في الحقيقة A والسي بكام؟ ب 90 طبعا عشان ده رايت ترينجل دي ب 90 والاتنين دول ب 90، انت هتجيب السايدين دول ازاي؟ هنجيب ال A يلا بكروس مالتيبليكيشن 2 تايمز 90 اوفر 3، انت عشان تجيب ده تعمل كده 2 تايمز 90 شغل جونيور اوفر 3 تطلع معاك ب 60 ديجري. هنجيب السي 1 تايمز ال 90 1 تايمز 90 اوفر تطلع معانا 30 ديجري،
يبقى كده عرفنا ال A وال C. هو عايز سك، السك بنكتبها 1 اوفر كوزاين بالكالكوليتر، شيل السك دي، ال A بكام؟ ب 60، يبقى 1 اوفر كوزاين 60 بلس الكوسك 1 اوفر ساين، السي بكام؟ ب 30، 1 اوفر كوزاين 60 بلس 1 اوفر ساين 30 equals 4، equal كام؟ 4. الكالكوليتر طبعا. نيجي بقى عند المسائل اللي فيها صعوبة بقى شوية. كده احنا اخدنا كل الأسئلة الجميلة، تمام، نذاكرها كويس، نظبطها كويس عشان نخش على شكل تاني من الأسئلة. جاهزين؟ السؤال ده ايه؟ مهم جدا جدا جدا، كله يركز معايا فيه. كده بدأنا في الأسئلة بجد، يلا بينا. بيقول لك إن السيتا دي ما بين الزيرو والباي أوفر 2. كلمة باي، كلمة السيتا ما بين حاجة وحاجة، لازم تعرف ما بين مين ومين. مين الباي أوفر 2 دي؟ ممكن تحولها، تكون عارفها أنت، اللي هي بالشكل ده، ترسمه خطواتك. يلا تقول لي هنا زيرو، وهنا ال 90، وهنا ال 180، وهنا 270، وهنا 360. اسمع بقى في الحركه دي، زيرو باي اوفر مين باي اوفر 2 دي بقى يا مستر؟ بص بقى، هنا الزيرو، هنا الباي اوفر 2، مش هعرفك يا مستر. اعمل 180 اوفر 2، اكيد 90، يعني 180 اللي هي 180 اوفر 2 ب 90. طبعا ال 180 اكيد هي الباي، وهنا 3 باي اوفر 2، ممكن تحفظها طبعا الكلام ده، 3 باي اوفر 2 ايكوال 200. طبعا ال 2 باي، ال 2 باي هي 360، 2 باي يعني 180 و 100 ب 360. طب كده انا عرفت من 0 ان الباي اوفر 2 يعني من 0 ل 90. يعني فين السيتا؟ في الفيرست. مهم قوي تعرف فين مكانها في الفيرست، مكانها في الفيرست. تروح انت بقلمك الرصاص كده الجميل، تعمل فيرست، تعمل كده انجل، او القلم الرصاص تعمل تمسك كده وتروح ايه، عامل كده، وتسمي ده على الاكس اكسس. طبعا انت عارف ده الاكس، مع الاكس اكسس تحط السيتا، وقال لك انها في الفيرست عند الزي بتوين الزيرو والباي اوفر، تحط ده في اي مكان في النص، شايف؟ عملت خط كده في الفيرست، حطيت الانجل سيتا، ورحت قافل الترينجل ده عشان يبقى تكون لي ترينجل رايت كده محترم. خلصت، دي اهم حركه عملتها، وده الاو وده الايه وده البي، بس كده. ورحت رايح للجزء الثاني اللي هو مد وري جيفن قبل ما يطلب طلب، لسه ما شفتش الطلب اللي طلبه، بس ده انا بشتغل شغل العادي. كوزاين السيتا ايكوال 3 اوفر 5. طب خليك بقى فهمان بقى مسائل بقى، الكوزاين دي مين اوفر مين؟ تقول لي مستر دي ادجيسنت اوفر هايبوتنيوس. يعني ايه اوفر اتش؟ فين الايه هنا؟ ادي السيتا هنا قدامك، السايد اللي قدامها ده بنسميه الاو، السايد اللي جنبها ده الايه، ال 90 قدامها الهايبوتنيوس. في مشكله؟ لا. يبقى الايه قدامها 3، يبقى الايه بال 3، يبقى السايد ده بال 3، والاتش 5، والاتش 5 فاضل الاوبزيت اللي هو السايد الثالث. نجيب السايد او بي ده ازاي؟ اي بي، سوري، نجيب الاي بي بايثاغورس روت السايد الاول. طيب يا مستر ده سايد ولا هايبوتنس؟ تقول لي ده سايد، يبقى الهايبوتنس باور 2 اللي هو ال5 باور 2 ماينس السايد الثاني باور 2 3 باور 2 طلعت 4، يبقى الاوبزيت ده ب 4. كده احنا جبنا كل حاجه. نشوف هو طالب مننا ايه بقى، طالب مننا الاكسبريشن ده بكام. ايه الاكسبريشن ده بقى يا مستر؟ كوسيك سيتا، نشيل كلمة كوسيك سيتا دي، نشيلها، نجيب الحاجات دي، يلا كوسيك سيتا، الكوسيك هي 1 اوفر ايه، 1 اوفر، برافو عليك، الساين. يعني انت هتجيب الساين وتقلبه، ساين سيتا عادية خالص زي الفل، تان سيتا، كوسيك سيتا ما تنفعش، لازم اقلب 1 اوفر، لسه قالبها يا مستر، 1 اوفر ساين سيتا،
هنجيب الانسرز للاربعه دول. يلا بينا. اول حاجه هنجيب ساينس ثيتا عادي خالص. ساينس ثيتا ايكوال الاوبزيت اوفر الهايبوتنس، عشان انت عارف اس او اتش، الاوب 4 اوفر الهايبوتنس 5. طيب الكوزاين سيتا كهربا a اوفر h، ال a بكام؟ ال a ب 3 اهي قدامي، اوفر h ب 5. اخر واحده هي اللي معانا تان السيتا اللي هي تي او a اللي هي o اوفر a، ال o بكام؟ ب 4، ال a ب 3، 4 اوفر 3. يلا نروح كوسيك سيتا هي 1 اوفر ساين، يعني امسك الساين 11 تبقى 5 اوفر 4. ساين سيتا ب 4 اوفر 5 زي ما هي. تاني السيتا جايبينها ب 4 اوفر 3، 1 اوفر ساين اللي هي مقلوب الساين تبقى 5 اوفر 4. تروح للمسألة بتاعتك تشيل كوسيك سيتا، كوسيك سيتا جايبينها بكام؟ ب 5 اوفر 4. طيب ساين السيتا جايبينها بكام؟ 4 اوفر 5. شلت ساين سيتا كتبت 4 اوفر 5 ماينس تان السيتا شلتها وكتبت مكانها كام؟ 4 اوفر 3. كوسيك سيتا شيلها واكتب مكانها 5 اوفر 4. 5 اوفر 4. شايفين كل ده؟ ايه يا مستر كل ده؟ كل ده عشان تطلع الانسرز. هيدينا كام؟ هيديك نيجاتيف 1 بتاع الكالكوليتر بس، تطلع معانا نيجاتيف 2 اوفر 3، يبقى نيجاتيف 2 اوفر 3 اللي هي ليتر دي، نيجاتيف 2 اوفر 3. شفتوا المسألة قوية ازاي؟ الأسئلة تاني نفس الكلام. لازم تشوف السيتا ما بين مين ومين، لسه معلمك. هتشيل 180 وتحط مكان، هتشيل وتحط 180 وتشيل وتحط 180. يبقى كده عرفت ان السيتا دي بتوين بيلونج تو سيتا تايمز 100 اوفر 2 اللي هي 270 اند 2 باي 180 تايمز 2 اللي هي ب 360. خلاص خلاص قول يا مستر. يلا نرسم رسمتنا. هنا 0، هنا 90، هنا 180، 270، 360. هو السيتا كده فين؟ تقول لي في الفورث يا مستر، عشان بين 270 و 360 يبقى في الفورث. يبقى نجيب قلم لون تاني كده، القلم بتاعنا توقف كده في الفورث وتشد خط كده. طبعا ده الاكس اكسس، لازم تقفل مع الاكس اكسس دايما. فين السيتا؟ هي مع الاكس اكسس برضه دي السيتا. الجزء الثاني استفاد بيه ساين السيتا ايكوال نيجاتيف 24 اوفر 25. تقول لي يا مستر انا عارف ان الساين هي سوها اللي هي او اوفر اتش. السيتا اهي، هنسمي ده او، ده بي، ده اي، ده بي. الاو بنيجاتيف 24، فين الاو اللي في وشها؟ السيتا اللي في وشها ده نيجاتيف 24، السيتا ها، يبقى الاو في وشها ده الاو. فين الاتش؟ اهو الاتش 25. فاضل نجيب الاو بي، نجيب الاو بي سكوير روت الهايبوتنيوس باور 2 اللي هي 25 باور 2 ماينس السايد نيجاتيف 24 باور 2. شايفين المنظر؟ تقول يا مستر دي يجيب الكالكوليتر بتاعنا ونحطها على الكالكوليتر. يلا سكوير روت 25 باور 2 ماينس 24 باور 2 ايكوال 7، يعني ده ب 7. مستر انت كتبت النيجاتيف هنا ليه؟ هقول لك، عشان انت ده الواي بوزيتيف وده الواي نيجاتيف، فالجزء ده اللي هو البي اي ده
في الجزء النيجاتيف بتاع مين؟ بتاع الواي. فانا بكتبه بالنيجاتيف، اتعود دايما كده. طب السيفن دي ما كتبتهاش بالنيجاتيف ليه؟ عشان دي في الجزء البوزيتيف بتاع الاكس. طب هي لو كانت في الجزء النيجاتيف هنا بتاع الاكس داش انت كتبتها نيجاتيف 7. خلاص خلاص، يلا نخش على الجزء التاني. شوف هو بقى طالب ايه؟ طالب شويه حاجات. اكسبريشن سهل جدا، ساين السيتا وكوزاين السيتا. ساين السيتا تقول لي مستر او اوفر اتش الاوب كام؟ الاو اللي في وشي ده الايه طبعا، ده الاتش الهايبوتنس. الاوب نيجاتيف 24 اوفر الاتش اللي هو 25. كوزاين ايه اوفر اتش الايه اللي هي نيجاتيف 7 اللي هي 7 اسف اوفر الهايبوتنس 25. حطها في المسألة، شيل الساين سيتا وحط نيجاتيف 24 اوفر 25 بلس كوزاين السيتا، شيل كوزاين السيتا وحط 7 اوفر 25 اوفر شيل ساين سيتا وحط، ونحط كام؟ ساين سيتا ايكوال نيجاتيف 24 اوفر 25. خلاص خلصت، ما تكنسلش حاجه، ما تقولش كنسل ده مع ده يتفضل 7 اوفر 24 25، لا احطها على الكالكوليتر. تمام، تطلع معاك سفنتين اوفر 24، سفنتين اوفر 24. السؤال اللي بعده نفس الكلام من 0 ل 90، فانت عرفت خلاص على طول انك في الفيرست. هترسم رسمتك مستر، دي مفيش رسم، انت عرفت انك في الفيرست، المهم انك عرفت كوزاين اكس. احط ده كله على الكالكوليتر، ساين 60 ساين 90 ساين 90 اللي هي الواي اللي هي ب1. تمام، تقول يا مستر انا حسبت ده لوحده، او تحطها على الكالكوليتر كلها على بعض. روت 3 ساين 3 روت 3 اوفر 2 1 ماينس ساين 0 ب 0 اوفر 1 اوفر روت 2. كل ده نحطه هيطلع لي روت 3 اوفر 2، يبقى كوزاين الاكس ايكوال روت 3 اوفر 2. شيفت كوزاين عشان اجيب الاكس زي ما انا علمتك قبل كده، شيفت كوزاين هتديك 30، x equal 30 degree. السؤال اللي بعده السؤال ده برضو جميل جدا، في فكرة باي اوفر 2، حطيت الباي 90 اوفر 180 اوفر 2 تطلع ب 90، ودي ب 180، يبقى السيتا بتوين ال 90 وال 180. هرسم رسمتي الجميلة اللي بتطلع كل حاجة، هنا 0 هنا 90 هنا 180 هنا 270 هنا 360. خلاص نجيب قلم الرصاص وارسم، يلا بينا قلم الرصاص فينا. هو مديك ساين السيتا ب 12 اوفر 13. تقول له يا مستر انا فين مكاني؟ 90 180 فين ال 90 اهي؟ 180 اهي، يبقى انا مكاني في السكند، ده معناه في السكند. شد لاين كده واسمي دي سيتا، لازم تبقى مع الاكس اكسس، لازم تبقى مع الاكس اكسس، لازم السيتا دي تترسم مع الاكس اكسس كده، اللاين اللي انت شدته والاكس اكسس، وتنزل كده 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 تقفل، سمي دي 90، وتشوف بقى هو مديك ايه. مديك ساين سيتا ب 12 اوفر 13. ساين السيتا هي الاو اوفر اتش اوبست اوفر هايبوتكس، السيتا اللي في وشها ده الاو ب 12
ولا هايبوتنس بسيرتي. عايزين نجيب السايد ده، هنسمي ده او، ده بي، ده اي. عايزين نجيب الاو بي سكوير روت الهايبوتنيوز باور 2 ماينس 12 باور 2. طبعا هحطها على الكالكوليتر هيدينا 9. ايكوال 5 خلاص، يبقى ده 5. لو كتبته 5 كده غلط. ليه؟ عشان في الجزء الاكس داش او بي ده في جزء الاكس لازم تكتبه بالنيجاتيف بتاع الاكس داش بالنيجاتيف 5. كده انت كتبت صح، او كتبت غير كده انت غلط. خلاص طالب منك اكسبريشن غريب جدا، كوسيك سيتا ساين سيتا. اسالك سؤال، هي الكوسيك دي مين؟ 1 اوفر ساين. طب ما ساين تايمز 1 اوفر ساين ب 1. لا خليك واحده واحده عشان ما تتلخبطش. هتجيب كده على جنب هنا، هتجيب لي ساين السيتا. الساين طبعا انت عرفت ان اللي في وش ده الاو خلاص، وده الهايبوتنس عشان قدام ال 90، وده اسمه ادجيسنت او اوفر اتش اللي هو 12 اوفر 13. هتجيب الكوزاين a اوفر h، الاي بكام؟ الاي بنيجاتيف 5. كده صح، انا بكتب كده صح اوفر 13. اخر حاجه التان o اوفر a 12 اوفر نيجاتيف 5. الكوسيك هي مقلوب الساين، امسك الساين اللي هي 12 اوفر 13 يبقى 13 اوفر 12. الساين وقع عندنا، الساين اهي عندنا لسه جايبينها ب 12 اوفر 16. نكمل تاني السيتا، تاني السيتا عندنا بكام؟ ب 12 اوفر نيجاتيف 5، او نيجاتيف 5 او نيجاتيف او 12، وتطلع النيجاتيف فوق اوفر 5 تحت الوسط عادي خالص. يا كده يا كده الاثنين صح، بس انا بحب النيجاتيف يفضل فوق يعني. طب يا مستر النيجاتيف ده مع ال5، ما هو يا جماعه مفيش حاجه اسمها النيجاتيف مع ال12 والنيجاتيف مع ال5، ولا النيجاتيف من بره، كل ده ايكوال بعض. النيجاتيف ده بتاع الفراكشن ككل. كوتان مقلوب التان، كوتان سيتا مقلوب التان يعني نيجاتيف 5 اوفر 12. قلبت التان بس. اخر واحده الكوزاين باور 2، الكوزاين سيتا بنيجاتيف 5 اوفر 13. هشيل كل ده واحط مكان تحت الروت، روت محترم اهو. كوسيك تايم الساين، كوسيك اللي هي 13 اوفر 12 تايمز الساين بكام؟ 12 اوفر 13 ماينس 10 بكام؟ بنيجاتيف 12 اوفر 5. تايمز نيجاتيف 5 اوفر 12 بلس كوزاين باور 2 نيجاتيف 5 اوفر 13. عليها باور كتبت كله. انا اساسا عارف ان ده مع بعض اساسا ب1 يعني، انا عارف انا ممكن اكتبها بايدي اساسا. دي دول مع بعض، ده تايمز ده مقلوب ده ب1 ماينس ده مقلوب ده ب1 تاني وكوتان يعني مع بعض تايمز بعض ب1. يتفضل بس اللي هو كوزين باور 2 اللي هي نيجاتيف 5 اوفر 16 باور 2. عارف تطلع كام؟ اطلع نيجاتيف. تقول له مستر اطلع نيجاتيف ايه؟ اطلع 5 اوفر 16 على طول. هتحط ده كله زي ما هو كده هيطلع لك 5 اوفر 16. سهلة يعني مش موضوع. السؤال اللي بعده. سؤال جميل بيقول لك هنا if the terminal side angle an angle in standard position intersect the unit circle of which of which lies in the fourth quadrant في الفورث quadrant where the x coordinate of equal where the x coordinate of a equal 5 over 13 then ال ابك. ماشي الراجل ده محترم
جه قال لك بص بقى معايا، انت دلوقتي في الفور سكواد خلاص، الاكس كوردينيت اللي بنقول عليها كوزاين الانجل ب 5 اوفر 13. هو جه قال لك كده وقال لك انا في الفورث، قلت لك زي الفل، وانت عارف انك في الفورث لو شديت السيد الانجل كده سوري، وده قفلت الفورث، اهو انت في الفورث سكواد وقفلت كده مع الاكس وعملت 90 هنا، سميت ده او وده بي وده ايه او اي اسماء يعني، المهم سميتها وخلاص، وجيت قلت لي نغير اللون بس، وجيت قلت لي يا مستر دلوقتي الكوزاين انا عارفها ادجيسنت على الهايبوتنس اللي هي كهرباء، فين الانجل؟ اهي الانجل مع الاكس اكسس دايما، الاي قدامنا الجنب التاني، الاي هنا، الاو ده الاو وده الاي، الاي بكام؟ ب 5 وهنا 13، نجيب السايد اي بي سكوير روت 13 باور 2 هو الهايبوتنس ماينس السايد التاني باور 2. خلاص المفروض انت اتعودت ب 12، الجزء ده ب 12، تقول لي يا مستر غلط، المفروض تكتبه نيجاتيف 12. ليه؟ اصل انت بتتكلم على الواي داش في الجزء اللي تحت ده، انت نازل تحت كده في النيجاتيف 12، ده جزء اكس داش اكس بوزيتيف، فكتبنا 5 بوزيتيف والهايبوتنس دايما بوزيتيف. خلاص مطلوب منك ايه؟ مش مطلوب منك حاجات كتير، الراجل طالب منك البوينت، قلت له الاكس ب 5 over 13، الرقم التاني كام بقى؟ ولا مستر نجيب الساين اللي هي الواي، الساين او اوفر اتش، الاو بنيجاتيف 12 اوفر 13، بنيجاتيف 12 اوفر 13 تشوز ايه؟ 5 اوفر 13 اللي هي الاكس، و اللي هي 5 over 16 ونيجاتيف 12 over 16 اللي هي الواي. هي دي الصح. في حركة تاني ممكن نعملها نجرب، انت مش بتقول في يونت سيركل يبقى انت حافظ رول اكس باور 2 بلس 5 باور 2 ايكوال كام؟ ايكوال 1. الاكس عندنا ب 5 over 16 يبقى 5 over 16 باور 2 بلس واي باور 2 ايكوال 1، وادي ده بعكس الساين عشان تجيب الواي، يبقى واي باور 2 بس ايكوال 1 ماينس 5 over 13 باور 2. خلاص إيه هيبقى ال y باور 2 equal إيه 25 144 over إيه 169، حسبتها بالكالكوليتر. طب انا هاخد الروت يبقى y، هاخد سكوير روت من الرقم ده 144 يطلع بوزيتيف ولا نيجاتيف 12 اوفر 13، يبقى انت عندك اجابتين. طب انت في الفورس، الفورس انت عارف المفروض تبقى ايه؟ برافو عليك، بوزيتيف نيجاتيف. هتقول لي مستر الاكس بوزيتيف يبقى انا اخد الواي بالايه؟ بالنيجاتيف، يبقى انا اخد عشان انا في الفورس كوانت يبقى الواي ايكوال نيجاتيف 12 اوفر 13، يبقى البوينت بتاعتي اسمها 5 اوفر 13 ونيجاتيف 12 اوفر 13. ده حل تاني، ده حل وده حل. طبعا انا بفضل الحلين زي بعض يعني، انا بحب الاثنين بس بفضل ده دايما عشان ده سهل وخفيف، الحل ده سهل. هفضل ادربك عليه يعني كده. سؤال سؤال تاني او جميل، ما تحب تحل بيه؟ يا مستر انت بتحب الحل السهل. قال لك يونت سيركل زي الفل والاي نيجاتيف ولا بالبوست، الواي جريتر زين الزيرو بالبوستيف. تقول لي خلاص يا مستر نطبق الاكس باور 2 بلس واي باور 2 ايكوال 1 عشان قال لك يونت سيركل. الاكس بكام؟ بهاف باور 2 بلس واي باور 2 ايكوال 1، وادي ده بعكس الساين يبقى واي باور 2 بس ايكوال 1 ماينس الهاف باور 2، يبقى واي باور 2 ايكوال 1 ماينس الهاف باور 2. برافو عليك، 1 ماينس هاف باور 2 ايكوال 3
اوفر فور، اخد الروت 3 اوفر 4 يبقى واي بس ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف، خدت باي تيكينج سكوير روت بوزيتيف اور نيجاتيف روت 3 اوفر، لما انا خدت الروت. طب هو قال لي الواي بالبوزيتيف، فانا هاخد الواي، قال قلت له قال لي الواي جريتر ذان الزيرو، فكده معناها ان الواي ايكوال روت 3 اوفر، يبقى الساين اللي هي ما احنا متفقين الواي هي الساين، يبقى الساين سيتا روت 3 اوفر. سؤال جميل الحقيقة وخفيف، يعني جميل جدا. سؤال كمان نفس نوع الأسئلة دي. The terminal side in directed angle in standard position intersect the unit circle، كلمة unit circle في حد ذاتها بتفيدني، negative x و x، قال لك ال x للزن الزيرو، ال x ده رقم negative، طيب ايه المطلوب مني؟ قال لي يعني انت حافظ ال unit circle x power 2 plus y power 2 equal 1، هنشيل كل x ونحط نجيب قيمة ال x ده بكام؟ يلا يبقى negative x power 2 plus x power 2، ال y برضه ب x، انا مال هو اللي قايل، بقت x power 2 plus x power 2 equal 1، صح كده؟ يبقى 2 x power 2 equal 1، ودي ده بالديفايد x power 2 x power 2، خلاص ودي 2 بالديفايد x power 2 بس equal 1 over 2، خدتها بالايه؟ بالديفايد، يبقى 1 over 2 divided 2. تقول لي يا مستر خلاص، طب اكس بس هاخد الروت طبعا، تبقى بوزيتيف نيجاتيف روت ال 1 اوفر 2، يعني اكس بس ايكوال بوزيتيف نيجاتيف روت ال روت الهاف، هتبقى 1 اوفر روت 2. تقول لي يا مستر واحده واحده بقى كده، انت جبت الاكس ايه مستر؟ سامحني يعني هي اكس صغيره بالنيجاتيف، طالبها بالنيجاتيف، اه فانا هرفض البوزيتيف واخد الاكس من نيجاتيف عشان الاكس لسه نسيب، فالاكس ايكوال نيجاتيف 1 اوفر روت. هو بيسالك على الساين، الساين دي فين؟ دي ولا دي؟ الساين هنا ده الكوزاين، وهنا الساين، شايف هنا الساين، قلت له اه، يبقى الساين اللي هي الاكس ذات نفسها اللي هي نيجاتيف 1 اوفر روت. خلاص السؤال اللي بعده، the terminal side of the angle measure 30 in standard position intersect the circle whose center is origin and the radius 6، تمام البوينت كام؟ السؤال ده هو خرج عن النطاق العادي، يعني بيقول لك عندنا انجل 30، عندنا ريديوس لينس ب 6، فالموضوع اتغير، فانا قلت له طب يلا بينا نرسم، يلا اهو انجل 30، فرسمت انجل اهي مع الاكس اكسس 30، طبعا انا بقفل ده وبقول هي دي الانترسكشن بوينت، يعني لو رسمت السيركل كده بص تمام، هي يعني مش رسمة صحيحة أوي، ممكن نرسمها بشكل أحسن، أهو 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 ده الريديوس، دي البوينت intersection اللي أنا بدور عليها، ده إكس وواي، ده قال لك ده ب 6 radius، تمام، الأنجل 30، هنزل كده لاين عشان تبقى 90، خلاص ده ب 6، فاللي في وش ال 30 طول عمري أعرف إن لما يبقى فيه رايت ترانجل في انجل 30 ده ب 6 الهايبوتنس، السايد الاوبزيت لل 30 نص الهايبوتنس، يبقى ده ب 3، يبقى السايد ده ب 3. طب ده مستر نقدر نجيبه ولا ما نقدرش؟ بايثاغورس السايد ده نقدر نجيبه، او نسميه او بي مثلا، او بي ايكوال سكوير روت الهايبوتنس باور 2 ماينس السايد العادي باور 2، تمام هيطلع 3 روت 3،
يبقى السايت ده ب 3 روت 3، هو طالب البوينت اسمه، يبقى السايت ده اسمه 3 روت 3. يبقى انا مشيت قد ايه؟ مشيت 3 روت 3 وطلعت 3، يبقى البوينت اسمها 3 روت 3 و3. مشيت على الاكس 3 روت 3 وطلعت 3، يبقى اللي في وش السيرتي نص اللي هيبقى ب 6، يبقى ده ب 3. ده جبته بايثاغورس 3 روت 3، مشيت في 3 روت 3 طلعت 3، يبقى 3 روت 3 و3. خلصت. The sine of directed angle theta in standard position terminal intersect the unit circle في 0, 1 و 0 equal cosine directed angle x تمام standard position terminal side intersection unit circle at the point. بيقول لك دلوقتي انت عندك sine the directed the sine of directed angle اسمها theta in standard position side intersect the unit circle 1 و 0. 1 و 0 دي فين؟ يا واحدة انت عارف لما بترسم يونت سيركل ال 1 و 0، مشيت 1 هنا 1 و 0 خلاص 1 و 0 ده ال 1 و 0 الريديوس بوينت ايكوال لكوزاين، يعني دي ساين انجل اسمها سيتا ايكوال كوزاين انجل اسمها اكس هنا عملت انترسكشن 1 و 0 في 1 و 0 تمام البوينت التيرمينال سايت، يعني من الاخر كده الساين هنا بكام؟ خليك ذكي، الساين هي دي الاكس ودي الواي، الساين بكام؟ ب 0. الساين بكام؟ ب 0. هنا الزيرو، الساين بكام؟ ب 0. ساين السيتا احنا برضو عايزين الكوزاين يدينا نفس الكلام، هنا 1 و 0 انت عارف هنا كام وكام، برافو عليك هنا تقول لي نيجاتيف 1 و 0. طب هنا 0 1، هنا 0 نيجاتيف 1 عشان ده الاكس، ده الاكس داش، ده الواي واي داش. تيجي تقول لي يا مستر الكوزاين في انه مكان تديني 0. بص بقى يا صديقي، الكوزاين هي الاكس، الكوزاين هي مين؟ الاكس. فين بقى الكوزاين تديني 0؟ قول لي يا مستر انه واحدة كوزاين فيها بزيرو؟ بص كويس كده وركز، انا عارف الموضوع صعب ومحتاج شرح يا مستر. ما هي واضحة يا مستر، يا مستر ما هي واضحة اهي يا مستر، ما الكوزاين ما ده الاكس، والكوزاين طول عمره احنا متفقين ان هنا الكوزاين وهنا الساين، ما الكوزاين بزيرو يبقى عند زيرو ونيجاتيف 1، زيرو ونيجاتيف 1. خليك ذكي ارسم دي، طلع فين الاكس بزيرو وتلاقي هنا اهي وهنا اهو زيرو ونيجاتيف 1، يبقى عند الزيرو والنيجاتيف 1. The sine of quadrilateral angle equal كام؟ ايه الكوادراتيرال ده يا مستر؟ ايه الكوادرانت اللي انت بتحكي فيه؟ ايه الكوادرانت الانجلز؟ حد يعرف عن ايه كوادرانت؟ تقول لي يا مستر كوادرانت الانجلز مش عارف مين الكوادرانت الانجل اللي هم الزيرو ديجري وال 90 ديجري والكم تاني 180 و 360 و 270، دول بيبقوا موجودين على الاكس 0 و 90 و 180 و 270 و 360، هما دول كوادرنت الانجلز، هما دول الكوادرنت اللي بيحكي فيهم. طيب هو بيسألك على الساين لكل واحدة من دول ايه، بكام؟ يا بزيرو يا ب1 يا بنيجاتيف 1، بس كده مش عايزين اكتر من كده. جرب كده، جربهم امسك الكالكولتر، ساين 0 ساين اي ديك 0 ساين 90 ديك 1 ساين 180 ديك 0 ساين 306 ساين 207 نيجاتيف 1، هتلاقي الاجابه 0 يا 1 يا نيجاتيف 1، بس كده خلصت. السؤال اللي بعده، all the following trigonometrical ratio are for the same angle theta and lie in the third quadrant except. كل ده
ينفع يكون مع عدمي. تقول لي يا مستر مش عارف مع مين، يعني بتقول كله ينفع ما عدا حد، مين الحد ده؟ اه تقول لي يا مستر فاكر استك، تعالى افكرك بكلمة استك. S T C استك. الايه الاول سي الساين التي التان السي الكوزاين. تقول لي يا مستر يعني ايه كده؟ يعني في الفيرست كل التريجنومتريكال ريشيو بوزيتيف، بوزيتيف اللي فين؟ في الفيرست، لكن في السكند الساين بس هي البوزيتيف، وبنت عمتها طبعا المقلوب بتاعها اللي هو الكوسين، والتان والكوتان في الثيرد، في الثيرد هو اللي بوزيتيف، والكوزاين والسك هما اللي بوزيتيف في الفورس. طب بيقول لك اللي قدامك ده كله ما عدا مين؟ قلت له بص كله في الثيرد ما عدا، قلت له اسمع الساين نيجاتيف في الثيرد ولا لا؟ تقول لي مستر في الثيرد مفيش حد بوزيتيف غير التان والكوتان، يبقى دي في الثيرد عشان نيجاتيف. اه ما هي الساين نيجاتيف في السيرت، صح الساين نيجاتيف في السيرت. طب السك، السكه برضه نيجاتيف في السيرت، هما التان بس والكوتان بوزيتيف. طب والكوتان بوزيتيف صح برضه. طب والكوسك بقى، الكوسك بوزيتيف في السيرت؟ لا طبعا الكوسك بوزيتيف في السكند، يبقى هي دي التشوز بتاعي، يبقى انا بدور على الغلط اللي مش موجود اكسبت. كلهم موجودين في السيرد، اه الساين نيجاتيف في السيرد والسكس نيجاتيف في السيرد والكوتان بوزيتيف في الثيرد ما عدا والكوسيك. لا الكوسيك المفروض تبقى نيجاتيف بس هو جايبها لك بوزيتيف، فهي بوزيتيف في السكند يبقى غلط، هي دي الاكسبت. ما بين 0 و 306 يعني في كل الكوادرانتس. قال لك ساين اكس كوساين واي ايكوال تو. اقعد اجرب بقى، اقعد اجرب بقى واشوف ده بكام وده بكام وده بكام، اللي هي سؤال 43. اكس واي ايكوال تو ولا مستر مش عارف الحقيقة، يعني موضوع صعب. اكس بلس واي ايكوال تو، يبقى اكس بلس واي بكام؟ هو السؤال بيقول لك كده. تقول له مستر يعني لازم تطلع دي اجابتها 1 ودي اجابتها 1، مش عاملهم بلس ويديني 2 اللي هو قايل عليه، مين اللي احطه مكان الاكس هنا والواي يديني 1؟ مين؟ تقول له مستر مش عارف الحقيقة، مين اللي احطه مكان الاكس والواي يديني 1؟ تقول لي ساين وكوزاين اكس واي، قال لك اكس بلس واي يبقى بكام؟ تعال نجيب الكالكوليتر ونشوف. هات الكالكوليتر يا مستر، يلا يلا بينا. هنمسك ساين اكس، طبعا في كذا طريقه للحل بس انا هشتغل بالكالكوليتر. هجيب ساين 60 مثلا، تمام، بلس كوزاين اي انجل تكملها 90، كوزاين 30 عشان تبقى كده، واتكل طلعت روت 3. هل طلعت 2؟ لا يا مستر ما طلعتش 2. واحدة تاني نمسك كده نحط ال 90 ونكملها هناك، 90 ايكوال كام؟ 1. طيب يا مستر حط هنا 0 مثلا، طلعت 2، يبقى كده ساين مين اللي يديك 90؟ بص كده ساين، ركز معايا، ساين ال 90 لو قلنا ساين اعرفها بقى، ساين الاكس
ايكوال امتى 1، وكوساين الواي امتى تكون 1. حلو، شيفت ساين، اضغط شيفت ساين عشان تجيب الانجل، اضغط شيفت ساين ال1 تديك الاكس ايكوال 90، اضغط شيفت كوساين ال1 هيديك الواي ايكوال 0، يبقى 90 بلس 0 ايكوال 90. حلو السؤال ده، خلي بالك سؤال لئيم، في لازم تشغل دماغك شوية. بيقول لك هنا نمبر 44، بيقول لك سيتا ايكوال باي اوفر 4 براكت 8 ان بلس 2، ان بيلونج تو زد يعني رقم كول نمبرز بالبوست اور نيجاتيف او الزيرو، كوساين زيرو كوساين سيتا بكام. اسهل حاجه اللي انا اختار، طالما قال لي بيلونج تو زد ده سابها لي مفتوح، فاخترت الان دي بزيرو، سبتها كده وريحت دماغي، فحسبتها لقيت السيتا بس ايكوال باي اوفر 4 تمام 8 تايمز زيرو بزيرو بلس 2، اتفضل 2 براكت 2 بس. طبعا حطيتها على الكالكوليتر باي كذا كذا كذا، او حطيتها بال 180 تايمز 2 اوفر 4 تمام، طلعت 90 كوزاين ال 90 بزيرو وخلاص خلصت. if the equation of a straight line، مديك equation of a straight line اهي، makes a positive direction of the x axis an angle measure theta sin theta بكام، بيعمل positive direction طبعا with positive direction of the x axis. بيسألك على الساين برضو، برضو لازم تشغل دماغك شوية، يبقى دماغك شغالة عشان الأسئلة دي بتحتاج شوية تفكير شوية. تمام، على مهلك الراجل جه قال لك أنت معاك equation اسمها y equal 3 over 4 x plus 1، كلام مظبوط، كلام مظبوط. رحت أنت كده قلت لي يا مستر بص بقى، أنا دلوقتي عايز أجيب ساين السيتا، عايز أجيب إيه؟ ساين السيتا. رحت أنت أخد لي ده وقلت لي يا مستر ده السلوب، اي ستريت لاين سلوب، والسلوب ده كنا بنجيبه بتان السيتا، يبقى ستان السيتا يا مستر ده ميدل 3 اوفر 4، ايوه ميدل 3. حلو قوي السؤال ده، يبقى تاني مديك الايكويشن، يبقى ده التان اللي هي ب 3 اوفر 4. تعمل ترينجل كده وتخلص دماغك، تريح دماغك خلاص. قال لك طالما السيتا بوست دايركشن، ادي السيتا تمام، التان اللي هي او اوفر اي الاوبزيت 3 والاوبزيت اهو او والاي اللي هي 4. انا هجيب السايد ده، هقول كده انا عايز اجيب السايد الهايبوتنس، لو سميت ده اي او بي، هجيب الاي بي سكوير روت 4 باور 2 بلس 3 باور 2 ايكوال 5، يبقى ده 5. اجيب الساين ازاي؟ الاوبزيت اللي هو 3 اوفر الهايبوتنس، 3 اوفر الهايبوتنس 5. سؤال يعني قوي الحقيقه. اخر سؤال معانا، ترينجل اي بي سي از رايت انجل ترينجل ات اي، اي دي بيربنديكولار على بي سي، اي دي ب 6 اند كوتان الكوتان ايكوال 5 اوفر 2، بي سي ده بكام؟ الحقيقه نرسم ترانجل رايت، اسمه رايت ات ايه، اسميه ديت ايه، وهنا بي وهنا سي بس كده. والراجل اداني الاي دي، فين مين الاي دي ده مستر؟ قال لك اي دي بيربنديكولار على بي سي، يعني طلع لي من هنا لهنا كده 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 كده، عملت بيربنديكولار 6 سنتيمتر وسكت. قال لي كوتان البي بلس كوتان البي وكوتان السي، قلت له هو عايز ايه دلوقتي؟ عايز يعرف البي سي ده كله بكام. كوتان البي ما ادانيش غير كوتان وكوتان البي والسي 5 اوفر 2.
يلا بينا يلا بينا، هنبدأ نجيب كوتان البي. بس انا هجيب تاني البي، مش هجيب الكوتان. اشمعنى تاني يا مستر؟ وهجيب تاني السي واقلبه بعد كده. تاني البي، امسك البي اهي، هي الستار دي. التان انت عارف ان ده رايت ترينج صح؟ التان اوبزيت طبعا ده الرايت، شايفها؟ فده الهايبوتنيوس. ده ايه؟ الهايبوتنيوس او الهايبوتنس يعني زي ما تنطق. يلا ده الرايت فده الهايبوتنس خلاص. طيب انت عارف ان دي بي، البي الاوبزيت اللي هي 6 اوفر الادجيسنت، تبقى 6 اوفر. هنسمي ده بي دي عشان قال لك اي دي، فده اي دي يبقى اوفر بي دي. تاني السي، السي هي قدامك الاوبزيت اهو، دي الرايت اللي في وشها هايبوتنس، يبقى ده الادجيسنت وده الاوبزيت. يلا الاوبزيت اسمه 6 برضه، نتكلم على تاني السي اوبزيت ادجيسنت دي سي. هنشوف هو مدينا ايه تاني، مدينا الصيغة دي. قلت له طيب كوتان بي بلس كوتان سي، انا جايب التاني البي هقلبه يبقى كوتان البي، يبقى دي بي او بي دي، بي دي اوفر 6 بلس ايه اللي بتاني السي، هنجيب كوتان السي يبقى دي سي اوفر 6، اعمله بلس يبقى 6 تحت واللي فوق دول بي دي اللي هي الحتة دي، بي دي والدي سي اللي هي الجزء ده، يبقى كل ده اسمه بي سي. شايف اللي هو قسم ب 5 اوفر 8، يبقى انا هاخد ده كله اللي هو بي سي اوفر 6 ايكوال 5 اوفر 2 واعمل كروس مالتيبليكيشن، يبقى بي سي ايكوال 5 تايمز 6 اوفر 2 ايكوال 15 سنتيمتر، يبقى هي إجابتك هتكون 15. خلاص كده نكون وصلنا لنهاية الاكسرسايز ده. تمام، يا رب تكونوا استفدتوا. نذاكر كويس، نراجع كويس، نراجع كذا مرة. تمام، نفتح الشرح نراجعه. ربنا معاكم ويوفقكم دايما.